يا غدير، لفة الحجاب التربان لها عمر معين؟ يعني أمهاتنا ممكن إنه تلبس هاي اللفة اللي أنت حاليا سويتها، أو قبل لها أعمار معينة شباب؟ يعني قبل لا، نعم بس هسه لا، اتطورت، صارت الأمور هاي كلها تمشي على الكبار وعلى الصغار. فعادي أنا كلش أفرح من تجيني مرة كبيرة بالعمر إنه تقول لي أنا حابة أغير حجابي. فعندنا توربانات وديزاينات خاصة بالكبار، أنا أقدر أساعدها في هذا الشيء. حلو، يعني حلو، هسه احنا مو اختصرنا التوربان فقط بعمر معين، اكو انواع كل فئة لها نوع معين تقدر تلبسه. احنا حتى الاطفال مخيطين لهم توربانات خاصه بهم، حلو حلو ايه حتى حلو، يحبون الحجاب. صحيح. يعني نبني عندهم هاي الفكرة مال حب الحجاب منهم واطفال، اكيد واكيد هسه بالمدارس وبدرس الاسلامية والاطفال يحبون هيك اشياء، ما اكيد يضوجوا من عدم. مثل قبل كنا ترى حجاب الاميره نلبسه، صح، ما شوي اريد كان البسه، انزين شنو بس الحجاب ويا الطبقه مالته بالضبط. الثانيه، اي بس طبقتي كان اي عملي أيوه. لحد هاللحظه. يعني انا اعتبره حجاب الاميره في الشيء مو اساسي، اي دائما ما لفته واحده. طيب شيء حلو، طيب يعني هناك ليش هناك رسمة وجه معينة للتوربان؟ لأن كثير من البنات ما يحبون يرتدون حجاب التوربان لأنه ما يلوك رسمة وجههم، تبرز خدودها، تبرز العيوب أكثر أحسه، فكثير ما يحبوه. شنو نصيحتك لهم لو هو أصلا يرهم الكل وجه؟ كرأي شخصي أنا نعم أشوف إنه هذا يرجع الحب البنت لنفسها، أكو بنية تحب هذا الشيء على شكلها، أكو بنية أني أجي أقولها صدقي حلو عليك، هي قافرة لا ما حلو علي خلاص، بس أني أشوفه حلو. فهذا الشيء هذا يرجع لنفسها قناعة هي، نفسية، صحيح قناعة قناعة نفسية، نفسية إنه هي إذا متقبلة تلبسه وتغير هي تجيني تقول لي أنا أريد أغير، بس إذا هي ما متقبلة أنا ما أقدر أقول.